إن تكريم المتفوقين في مختلف الشهادات يعتبر دعما معنويا. هذه محطة تكريمية دأبت عليها مديرية التربية وبرعاية السيد والي ولاية تميمون للمرة الثالثة على التوالي. أود أن أشكر وأحمد الله عز وجل على هذا المقام الذي أوصلني إليه. هذا النجاح كان بفضل الله عز وجل وبفضل الوالدين الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسي. إن شاء الله سوف تتصاعد نسبة عام بعد عام إلى أن نحصل على معدلات بتقدير ممتاز. أتوجه بالشكر لجميع الطاقم التربوي للعائلة الكريمة، وأتمنى النجاح لمن لم يسعفهم الحظ في هذه الدورة، وأشكر جميع أقاربي على دعمهم لي لوصولي لهذه المرتبة.